لم يكن الطريق إلى بوسعادة سهل بعد التساقط الكبير للثلوج، ما تسبب في تعطيل حركة المرور، أمر حال دون تصويرنا للهدف الأول لنادي مقرى بعد 6 دقائق من بداية ديربي المسيلة عن طريق بولعنصر. رغم الهدف المبكر للنجم، إلا أن أنصار بوسعادة دفعت بفريقها للأمام، والبداية بتسديدة خلفي التي وجدت الحارس شلالي بالمرصاد. بعدها وكيل وجه لوجه لم يحسن استغلال تمريرة علو. يزداد ضغط المباراة مع ازدياد الأخطاء، ما اضطر الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في كل مرة، ليطرد بعدها في الدقيقة 40 مدربا الفريقين إطراء الاحتجاجات. آخر فرصة في الشوط الأول كانت للأمل، ودائما خلفي كرته تجانب القائم. المرحلة الثانية، وبعدما ظن الجميع أن بوسعادة ستعود في المباراة، نزواني يخادع الجميع من أول كرة ويمضي الهدف الثاني وسط دهشة كبيرة لأنصار الأمل، بينما الفرحة كانت في مدرجات النجم، لتكون الضربة القاضية في الدقيقة 50، وبعد هجمة معاكسة قادها بولعنصر يوزع نزواني مرة أخرى يمضي الهدف الثالث للنجم والثاني له في هذا اللقاء. زملاء القرنازي عاكسهم الحظ في هذه المباراة، بعدما لم يتمكن هذا الأخير وعلى بعد مترين من المرمى من وضع الكرة في الشباك، ليتأرى نجم مقرى من المباراة الأولى التي انهزم فيها ويرد الدين لبوسعادة، الذي يبدو أن لاعبيه كانوا يفكرون أكثر في مباراة الكأس أمام سطيف، فيما نجم مقرى يبقى يصنع الحدث في أول موسم له في المحترف الثاني.